قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من سيتي سكاي اليوم عندي خطة جديدة أسوي منطقة تجارية يعني. ويمكن تتحول لمطار بنشوف بنشوف لأن الحين أنا مش متأكد إذا بحولها مطار الحين في هالحلقة بس النية إني أسويها منطقة تجارية أول شيء بكبر الشانل هذا شوف الشانل هذا محتاج تكبير يكون أعمق شوي اكبر نباه اساس يعتبر كانه نهر يعني فعلي فبحاول اكبر الشانل هذا على حدود منو الخطر شوفوا اوكي هذا بكبره لين هنا شوف لين الشارع العام بكبره بعدين سوي له شوي سموثنج عشان يبين نزله طبيعيه في النهر اوكي ما يبين ان احنا لعبنا فخلاقه قبل شوي ما أعرف بس ما أظن أقدر احطي من هذا زيادة بس إذا أقدر بحطي بس المكان شكله أقدر لا أقدر أقدر which is good لأن أنا محتاج أغطي المكان هذا في شو في هذيل لنشوف ابا اغطي القطار لان القطار عندي يعتبر محمي بالطريقه هاي يعني نوعا ما يعتبر اني انا حامل القطار مالي فبالتالي بزيد هذه النقطه لين الشارع العام وبسكرها لكن محتاج ارفع النقاط كلها لحظه لان ما اقدر ارفع النقاط كلها على طول لان بعدين بيقول لي ما يرضى بالطريقة هاي برفعها شوي زين برفع الخطار من هني شوي على اساس يكون شكل الخطار متعوب عليه وفعلا متعوب عليه انا يعني. زين خلنا نرفع هذا من هني نرفع هذا شوية من هني نغطي العيوب هاي اللي تم تطلع لنا نرفع الخطار من هذا المكان زين الحين بنرفع هذا برفع هذا هني اظني ماشي مشكله ما برفع شو بنزل الخطر يمكن ينزل شويه من سرعه الخطر بس اتصور عادي ما عندنا مشاكل وهاي المنطقه شوي بس بنزلها على اساس تكون مع القطار لحظه بس هاي المنطقه بنزلها وبسويها شوي بعد مثل ما قلت لكم تمويه حركه تمويهيه او انه يعني ما مسوين شيء نحن تمويهيه بطريقة هاي بس تو القطار عندنا كانه محمي كامل من اتجاه القطار أساسا ان القطار ما يطيح لانه يشيل حموله ثقيله وهو على جرف فما يصير فبالتالي كاني حميته شوي وطوفته من المكان هذا بسهوله يعني حركات شوي حركات شوي حركات شوي حركات شوي حركات زين الحين أبغى اوصل هذه المنطقه بهذه المنطقه يعني بكسر هذا الجسر حاليا اللي الكل مستانس عليه كلهم يستعملونه وراح ابني جسر لهاي المنطقه يستوي الوصله الصناعيه ما بينهم يعني مثل ما تقولون خلينا نحط البشارعين هذا بالطريقة ولا بالأحرى بالطريقة هاي بالطريقة هاي نقدر نحافظ على المسرة هذا ولا الممشى هذا على أساس ما يدخلون داخل ويسوون على الشوارع الصغيرة زحمة من الأفضل أنهم يسوون زحمة هني من عنهم يسوونها شو مكان ثاني زين الحين خلنا شوي بس لأن هذا ما, ما يحتاج يكون بالطريقة هاي بصراحة ممكن يكون بالطريقة هاي أفضل يعني أيوة الطريقة هاي أفضل وايد وايد أفضل شكله أحسن من معلق في الهواء أتصور المدينة ترى حلوة الحديقة قاعد ترتفع في ال ناس في كل شيء من فوائد اللي هني بسويها مثلا المنطقة التجارية وش شيء بعيدة وما بتسوي لنا الازعاج اللي مفروض انك تسويه بس هني في شيء الناس تدخل مهني مستانسه ببلاش بفلوس فما بعطيهم مجال يدخلون ببلاش ويستغلون الموضوع فشو بسوي اذا اقدر اطلع من هني شارع صناعي واللي هو مفروض اقدر زين راح اسوي لهم نقطه ثانيه هنا كم سعرها دولار ونص هني بعد بسويها دولار ونص على اساس ووتر اوكي مو مشكله بحط لك مي منتخب كبرها تحتاج مي فبالتالي الحين شو سوينا نحن الناس اللي تبغى تشرد من تعرفه ما تقدر تشرد خلاص في نفس الوقت ممر دايركت لوين لاصدقائنا اللي هناك انزين الحين خلينا نمد الشارع العادي ندفعهم هني يمكن هدفعهم هني بعد لحظه هذا باتجاهين ولا اتجاه واحد؟ هذا اتجاهين اوكي هذا بعد اتجاهين صح؟ هي اتجاهين اوكي ما مغلط يعني اوكي ممتاز ادفعهم على هاي بعد لان بيستعملون المطار ما بسوي زحمه على المطار الموضوع وقت قبل تسوي زحمه صح؟ وهني لازم اوفر مترو عاد الحين هني يستوي دور منو؟ المترو لحظة اذا السالفة كذي خلنا نسوي شارع هذا بالطريقة هاي اوكي هذا الشارع الرئيسي في العادة شارع كبير الشارع الرئيسي زين بالطريقة هاي هذا بيكون في الوسط اتصور بنحتاج خدمات هني كمية طيبة من الخدمات واتصور بنحتاج جسر من هني بعد على تقديري بنحتاج جسر صغير من هني واللي هو حاليا ما بنقدر نحطيه الا اذا شوية تعديلات فباجل هذا الحين زين فخلنا اني نحطي هني الشوارع الجميلة مالنا المربعة كالعادة. زين بنحط الشارع هنا قريب بسوي مواني هنا صدقون صيد فما بخ... ما بتعب عمري اني حتى اخرب قريب هذا ما بخرب البقعة فشو بسوي ببني من حولها اوكي وهني مناطق تجارية وشو المطار يحتاج مساحة كبيرة فرضا اذا حطيت المطار الحين كم يحتاج مساحه وكم بيكلفني؟ بيحتاج 200000 و3000 آلاف 200 في الاسبوع و وبيحتاج مكان منظم مكان سيده يعني لازم احسب حسابي ان المكان اللي بينحط فيه المطار يكون على الاقل بالطريقه هاي عكس الباقين طبعا زين واسويه بالطريقه هاي أو ميتين الف وثلاثة الاف وشوي راح تنقص من عندي. خلونا نحطي مباني تجارية، هذا مطار، اوكي؟ يحتاج مباني تجارية. زين، بنحطي مباني تجارية. ما احتاج صناعية هني، احتاج تجارة. ناس بتسافر، بتي، مطار شحن. آه ما يبون يتمسخرون هني، يبون يتاجرون العالم. وبنحطي هني. مباني هني مباني تجاريه بدل المصانع بدل المصانع زين ومحتاجين نوع من انواع المواصلات فخلوني اسوي من ماشي هني لان اذا بحط مواصلات عامه زين بحتاج امشيهم عدل زين والناس اللي بتمشي من هني لين هني بعد اكيد في ناس في ناس بتمشي من هذا المكان الى هذا المكان اللي فيه المواصلات يعني يقدرون يوصلون دواماتهم بشيء بسيط من التعب بس الشوارع هاي ما تليق على المكان لان هاي التجاري وما فيها صناعه صح فمن الافضل اني ابدل الشوارع لشوارع أربعة لا شوارع اثنين هني ابو حشيش ولا ابو شجر بالاحرى عشان المكان شكله يكون مرتب ما يكون جاي من وين صناعية زين خلنا نعدل للجماعه هني شوارع مرتبة وهالشارع أشك انه بينفعني لانه بيكون ازمة اذا بو اثنين خلى بو اربعة لان هذا مطار هنا ما يمزح معه بيكون في زحمة هنا فبالتالي الشارع الرئيسي هذا راح يتغير حتى هذا راح يتغير الى نوع ثاني من الشوارع كمدخل بعدين يدخلوا في مشكلتهم، مشكلة التم. ما عندي مشكلة بس هذا راح ادخل مدخل فقط والباقي صناعية لأنه اصلا من صناعية هو وفرع من الصناعيه فبالتالي بتستوي عندي منطقه هني نوعا ما قويه ونوعا ما زحمه في نفس الوقت لان هني اذا تطورنا مع الوقت واستوى المينا ممكن احتمال انه يوصل هني اذا سوينا فراغات وخندق جديد وكل شيء جديد بس افضل ان ارفع هذا الجسر شوي بس افضل ان الحين ان المنطقه هاي تكون عماير بخدمات مفيدة يعني ما مش قادر أحدد هذا لأن هذا المصيبة هني فخلوني أرفع هذا إذا رفعته مصيبة وإذا رفعت هذا ما أقدر لأنه ما أقدر أحدد النقطة اللي في الوسط الحين فمجبور إني أخليه شوية بهالطريقة هاي للأسف إنزين الحين هاي يفتقرون طبعا للشرطة ويفتقرون للمطاف اللي أصلا كل حد يفتقر لها تقريبا إنزين فبحطي بحطي لهم هني مطافي بروح حم بروحها تكلفات اضافيه شرطه ما نبال الحينه طبيا مش محتاجين مدينه صحتها مزينة بس هذا مش محتاجين حاليا فما بحط لهم شيء وما بقعد اسوي شوي مشاكل على الفاضي انزين بس ما ان المكان هذا تجاري بنسوي حديقه هنا قدام المطار صبر المطار اصلا استوى فلوس عندنا قبل لا انا خطط بوايد هذا كارجو هاب هذا كارجو ايربورت زين هذا بس الكارجو اظني هذا اللي فيه مال القطار توصل فيه امم فهذا الحين شو بسوي فيه بحطيه من والى راح شو يستوي عندي تنقل بضايع جوي وراح يدق عندي شو اسمه دق المدخول شوفوا الحين ابى اشل اول شيء من الشغلات اللي بسويها ابى اشل الشير اللي هني كله زين شوفوا هذا كله ابى اشله خلينا ننظف المكان شوي زين وابى اصغر الفرشاة واجيب الارض هذه سوري لا لازم اكبرها بالطريقة هذه واخليها سيدة من هني سيدة اح لحظة، خلنا نرجعه كيف كان زين، بسويه بالطريقة هاي، اوكي، لأن هذا الحين المجمع التجاري مالنا تقريبا، مثل نقدر نقول المجمع التجاري، بس خلنا ننزله من هني شوي زين، ونيل الشارع. ونسوي بالطريقة هاي ونقدر نخفض الآثار اللي هني نسويها نحن بالطريقة هاي زين ونقدر نسوي نفس الشيء هني على أساس نخفض آثار الجريمة زين الحين شوفوا هني بدأ يشتغل خلاص هذا على طول قام يشتغل شوفوا الزحمة اللي عليه والله مع ان المخطط يقول لي اسوي شارع رايح وشارع راجع احسن لانه ما ما راح يعدي بخير هذا وايد خلوني افكر اوكي <applause> فخلونا نطور الشارع الصغير هذا زين مشكلة ما عندنا ون واي فور لين هاي هاي مشكلة ثانية فخليني بال 6 لين زين نطوره ون واي بوشير زين ونطلع ونوي واي من هنا لين هني بالطريقه هاي في نفس الوقت هذا راح ي... لازم اجباري يتحول ون واي شوفوا الحين في حد يقدر يوصل له شرطه بيرفكت بيرفكت هاي يقدرون يوصلوا له بالراحه بالراحه انزين والناس اللي تبى تطلع من هني ما عندي مشكلة أنا بس خلوني أطور الشارع هذا توي أشوفه إنزين بحط الشارع زيادة هني حق عماير وكل حد يقدر يطلع عادي نفس هذيل إلا الجماعة اللي هني لازم ما يقدرون يطلعون إلا بونوي لأن يعني اللي يطلع هني دايركت المطار أوكي أهم شيء يوصل له شو كل شيء دام يوصل له كل شيء الونوي مالي شغال هذا ون وي لعيون الكارغو هاب على اساس ما يسوي لي ازمه عالميه لانه راح يسوي لي ازمه عالميه انا متاكد وهذا اذا خليته بالطريقه العاديه راح يسوي لي ازمه عالميه فالحين اللي بحطه عنده على اساس نرفع اسعار التجارة اللي عندنا حديقه هنا حديقه حديقه عاديه يعني مش مش حديقه حديقه اللي هي هاي هاي ولا هاي اللي كان فيها انا دائما انسى اللي هاي اظني هاي فيها ممشى متفرع فيها ممشى متفرع من هني اللي راح يصير كالتالي راح يجيب الحد يخوي بالممر العجيب مالنا اللي استعملناه حق المدينه كامل ونطلع من هني والناس راح تتمشى في شو في فايب المطار شوفوا هذا راح يكون سيدا هذا راح يكون هني وهو انا عندي شوي في مخي انه يكون نوعا ما بالطريقه هاي ترى انه يكون متشربك انا بحط شير الثيم مالنا الوردي شوفوا والناس تقدر تمشي من كل اشاره على راحتها في الحديقه شوف ثيم بسيط ثيم بسيط لكن واللي يبي يمشي للمطار يا حيا يقدر يمشي ما عندنا مشكلة ما ببني هني أي مبنى أنا بصراحة ما عندي ما عندي خطة أي مبنى خلينا نشوف هذا يقدر يطلع ما يقدر يطلع ما عندي خطة أي مبنى هني فاللي يبي يمشي هني يا مرحبا بزيادة بعد ونسوي لنا شربكات من هنا اوكي هاي شربكات زينه وهني بنعبيها شجر شوي بس صبر اللي بيتمشى داخل المطار بحد مشكلته والله خلت تسحبه مكينة الطيارة انا مش مسؤول عنه هو مسؤول عن نفسه وعندي مستشفيات هذا موضوع ثاني بعد ما عندي مستشفيات فعليا يعني راس عيادة وحدة و اذا حدا انصاب ما حد يقدر يتعالج بصراحه يعني أقولكم اياها من الاخر دهليز خاطرتي في دهليز حديقه فقط دهليز ما ماشي دهليز, دهليز 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 من زمان ادري يمكن مش منطقيه بس يعني احسها حلوه احسها حلوه اعرف في حد بيقول لي هاي شو بس انا يعني انا احس كان يبالها حديقه نفس هاي دهليز دهليز بس لمجرد دهنيز زين دخلنا فرشة بشوي شير وردي النص يستاهل المطار فعندنا مطار هني مع حديقة أكبر من حياتي آخر شيء عادي ما تعطيهم ولا شيء لا تعطيهم أي شيء أوكي لا تعطيهم قيمة أوكي إنزين فحطيته مع جير أكبر من حياتي على فكرة المطار هذا شوفه شغالة والناس قاعدة تدفع فلوس على أساس إنها تدخل فهذا انترستنج فخلوني اهدم هذا لان هذا بيسوي زحمه وايد وبنحطي ال لارج اللي هو هذا اوكي عشان يستوعب عدد اكبر ونرفع دولار ونص نفس الحديقه اللي قبلها شوفوا هذا افضل لان بيسوي لنا زحمه الحين هذا انا عارف شوف واللي هو شيء شيء نظيف نوعا ما, ما بناء نظيف كل شيء نظيف الحديقه والله شكل المطار الصراحه ما عنده مبدا اني قاعد اسويها بس هني بيبدا الشغل شو الصيد هني لانه مكان اصلا تجاري ونوعا ما صناعي بس ابى اوصل هني هذا الجسر فيهم ونقدر نبدا صيد زياده خلاص كم نشتري المنطقه كم سعرها ما عندي 32000 الله الله الله, الله 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 الله, 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 كلام كبير هاي شو اخبارها ما دخل فلوس لا من يرفع سعرها من اللعبه ما تيك ترفع سعرها انا ما قاعد ارفع سعر اللعبة على فكرة انا نزلتها 15 اذكر ما اعرف شيء غريب غير هذا بما ان عندنا هذا الشيء نحن الحين افكر محتاجين قطار عن جد يعني جدا 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 محتاجين قطار داخل شو داخل المدينة يعني بدون قطار الوضع هذا راح يكون صعب او مترو 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 خلينا نحط مترو اوكي مترو فوق الارض هني احس المدينه التجاريه هاي نقول فوق الارض بليس ولا نقدر نحط المترو هني اذا نحط شارع بالطريقه هاي مترو زين من فوق الارض نقدر نحط لها شارع طويل هو المشكله مالها ال خلي ابني الحواف ولا اخليها بالطريقة هاي لا اذا احتجت ابنيها والحين مش محتاج ابنيها خلنا نسوي بالطريقة هاي وبالطريقة شو هاي مترو امم احس بها نوعا ما تغيير أبا يدخل داخل ايه يسوي لي ماينس 12 بس هني ما راح يكفي لان راح يدعم في غيره اه اوكي 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 فهمت عليك فهمنا الشغله فهمنا زين بنسوي المترو بطريقه فنيه شوي 12 الى 9 بنزله ان شاء الله ما في سفن مهني بتمر صح ما في سفن ماينس 36 تحت وبعد ما يطوفه اه نت انف ماني لانه هذا الشيء يكلفني 13000 واذا ابى امد المترو الين هذا المكان راح يكلفني وايد وانا المترو الهدف مالي يوصل مكان من هالاماكن ابا يوقف المترو هني قريب او هني هني بعد مكان حلو يمر الترام فاذا حطينا المترو هني مفروض اوكي ويجيب هذا مهني بدون اي مشاكل وبس يقول لي نت انف ماني يعني انه ما عندي فلوس في خطه لان اقدر اسوي الخطه هاي الخطه هاي الحين شوفوا اقدر اكملها لهني أقدر, أكمل لهني اقدر اكملها لهني اقدر اكملها لين هني تقريبا عشر الف تكون خلينا نسوي هالجزئيه ننزلها من هني لين هاي الاف لين هني واقدر اوصلها لان هني ثلاثة طرف يعني من نص المدينة بشل الموظفين اوديهم هناك عن طريق المترو غصب لان هناك كل شيء دفع فلوس وعلى فكرة هاي اضافة حلوة شوفوا الحين صار عندنا مترو ينزل هني يطلع من هني على طول شوفوا والله الفكرة مش غلط ابدا صراحة بس اللي محتاجنا اني ارفع الشارع شوي على اساس الشكل بالطريقة هاي محتاج اخلي المترو شكله كأنه ياس يغوص قبل المترو كأنه شكله قاعد يغوص مش محتاجين يسوي شيء ثاني ها ابا يغوص ايوه الحين شكل الجسم حلو الحين نقدر نمد جسر من هني اوكي بيي ابا اسوي بوينت حق النقطه هاي زين مش وايد بس شيء شوي اساس يكفيني اطلع منها شو جسر ايوه وانزل الجسر تحت منو الجسر هذا يكون مرتفع هني بشكل منطقي حلو وينزل من هني بشكل احلى وينزل اخر شيء وين هني يعني شوفوا بس بما انه ببلاش راح يزحمون المكان صبر ما بخليكم لكم شيء ببلاش تعالوا انتو مينن انتو مينن أخليكم لكم شيء ببلاش بما انه ببلاش لازم امررهم غصب على بوابه وادبهم لانهم على طول سووا زحمه بهذا المكان بالطريقه هاي بعدين اقدر اوصل باقي الامور ما عندي مشكله بس شوفوا هاي يسمونه تدي ونفس الشيء دولار ونص المكان ما تدخله الا اذا انت متاكد انك تبى شيء اذا ما تبغى شيء ما تدخله ممنوع تدفع فلوس نفسك نفس غيرك وبالنسبة للسمك راح يكون وايد أحسن لأن شو راح يسوي راح يمكنا هذا إنه يصدر دايركت ولا ال لا ولا إلى التصدير الثاني ما عندك مشكلة ما عنده مشكلة خلاص دام إنه يدخلون هني خليه يدخلون كلهم دافعين فلوس صلا الناس دخلنا شيء الشارع مندفع فلوس صبر اي <تضحكي> والله دخل 200 وشويه نص بالمية من مدخولي أوووو. مش سيء مش سيء مش سيء خل الناس تاخذ ال... الترام هذا غصب المترو مش ترام شوف 158 شخص يو هذا معناه محتاجين ممشى من هنا خلينا نحط ممشى مم. بنحط ممشى من هنا لين هنا مشكلتهم بيتصرفون ما عليكم خلنا نشوف ومشى من هني لين هني الناس اللي تطلع من ال المترو اه مترو فوق الارض يعني بس حلو والله شكلها الصراحة مش غلط ابدا الناس مزحومة فيه شوف مية الى اخره حلو ان نشوف المترو الاول ما تشوف المترو بس محطوط شكل على الفاضي يدخل من نفقة هني في النص ويطلع ينزل هني اللي المفروض يسوي زحمة ما فيه الكفاية ما ما نحتاج زحمة أكثر يعني لأن الشوارع أصلا خلاص الحين الزحمة شبه معدومة ما هني وهني يدفعون فلوس شوفوا الناس ما تبى تدخل هني مثلا تبى تصدر الحين شوفوا بالطيارة أو بالقطار القطار هذا أو بالطيارة هني تبى تصدر ما حد يبى يصدر الحين شو اسمه كلهم يبى يصدرون أسرع شيء يعني جوي وبري. يعني هالشيء سوى لنا خير رفعنا اصلا من مستوى المدينه وايد ان معناها الحين راح نقدر نزيد الصناعه اللي هنا خلينا نزيد الشوارع شوي لحظه شوارع من تيب الكابه الحين عندنا فلوس الاول ما كان عندنا فلوس لو يعني الحين شوي تو ستيب برايا خلى شارع جديد فاضي نصلح كل شوي انزين الحين نقدر نزيد هنا هاي تابع لاي منطقه اللي تحت مش ما يقول لي اي منطقه هاي تابعه خلينا نزيد لهبا هاي المنطقه شوي ونحط فيها كم من مصنع بدون ما نحطها على الشارع هذا ها عشان يصنعون شغلات زياده واللي هو شيء طيب يعني مصانع غير نظامية أكثر مصانع نظامية عندنا هاي بس هاي المناجم ومخاشب وصناعة وايد شغلات وهذا حق الترم مالنا عندنا ستة بس في المدينة واللي هو المفروض يكون أكثر من كفاية عندنا هني مترو بعد يبالنا مترو هني الصراحة مترو على الشارع هذا أقدر أحط مترو تحته ما بكسره بس اقدر احط الكلاسيكو متر مانا اللي هو هذا بعيد حشره ما شيء حشرته عند الحديقه بس وننزل تحت الكونكشن الارضي ونوصله في هذا ونسوي وصله هاي على اساس ان نقدر بالطريقه هاي نقدر نوصله في كل مكان واحد انا متاكد الناس راح يستعملون مترو حق شيء ثالث بعد ترى هاي واحد وهاي نقطة زيادة لين هني متأكد ان الناس تبتي وبنزيد المترو هني وهاي بسوي زحمة على المترو بما فيه الكفاية انه يطلع فلوس ترى شوفوا المترو هذا سوي عليه زحمة بس خلونا دام حطينا مترو نحطي عنده ممشى شوفوا المماشي تحسون شوي هوس بس اذا بديتوا بالمماشي شكل المدينة تستوي ترى نار والله والله شكل مدينة تستوي وو شو حلوة لما تطالعونها من فوق تحسونها شي شي يعني مش طبيعي بصراحة سبيس رودي كيوبايد خلينا نحط اي شي طاف مني بهذا هني الحين اذا ما تستوي انت بسوي قصب ترى تستهبل علي إنزين ونسوي هايل شوف والناس تستعمل يعني هلا هالاشياء الناس تستعملها تستعملها يعني تتوقعون ما تستعملها بس الناس تستعملها بشكل فظيع بشكل جنوني الماشي في اللعبة هاي شوفوا شوفوا الزحمة اللي هنا شوفوا شوفون الزحمة انا مشى الحين ما في حد شوفوا بس قبل شوي كان في ناس متأكد عندكم هنا شوفوا الزحمة هنا المكان قاعد يعني تسوون فيه خدمات قاعد يطلع لكم اشياء زين الحين دام عندي مساحه هني هني بحط دكاكين صغار الصراحه ابى ابى دكاكين صغار انا من متى ابى دكاكين صغار الحين عندي مساحه احط فيها دكاكين صغار شوفوا, شوفوا 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 الناس كيف تستعمل المكان شوفوا يعني هذا يجيب 200 نفر اسبوعيا خلينا نسرع اللعبه شوفوا شوفوا محلة شبكة المترو من احلى الشبكات بعدين عندنا ترام نحن حق الحديقة فمسوي لنا جو شوي شوفوا ها الدكاكين الصغيرة محلاها ايه هاي محلات حلوة بوك ستور هاي اللي عند الحديقة يسترزقون بس من من الخارج مش من الداخل يعني اللي هني داخل الممر لا من الخارج هني بعد نقدر نحطي لنا فعليا الدكاكين وايد صغار بيكونون لا ون بلوك خله ما ببني هني ما ببني ما ببني ون بلوك بس استوى هني عندنا دكاكين بسبة منه. الحديقه لان في زحمه عندنا على الحديقه فهاي اكيد الناس تروح وترد ترى انتم لا تنسون لازم الام بي سي هذا يروح مكان يدخل ويطلع اساس نسوي ربح مفروض زين بس الحين يا الله الحين ما سويت فولو على هذا بيلعوزني اوكي اكس زين خلينا نشوف المواصلات المترو شوفوا كم يب 200 وشيء ترى مشال كل حد كل حد قاعد يشل كل حد كل حد قاعد يشل شيء يعني القطار هذا بعد ما مقصر ترى يعني بس المدينه قامت يعني تستوي زينه بس يبغى لنا مطار الحين ثاني مطار فعلي حق الناس بس مطار الناس اظن بيكون قريب هني بيكون شيء هني لين هني بيبقى قطار قطاري لين هني ابى ادخل قطار في النص المهم وقت الحلقه خلص نشوفكم ان شاء الله في حلقات خلنا نوقف عند البروجكت خادم ان شاء الله على خير ولا تنسون اذا ما اشتركتوا في القناه سووا شير فولو سبسكرايب لاخر الشغلات الحلوه الجميله لنفسكم ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.